بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي تنفيذ الاقتراب بنظام الايليس الى مطار شرم الشيخ الدولي رانوي 04 ليفت. دلوقتي فاضل حوالي 10 نوتيكال مايل على نقطة التوب ديسند اللي هنبدأ عندها الانخفاض التدريجي من اجل الاقتراب للمطار. دلوقتي هننخفض، المفروض فلايت ليفل 110، بس انا كان عندي سبيد ريستريكشن فلايت ليفل 150، لازم اقف عندها الاول فلايت ليفل 150 عشان اقلل سرعتي ل 250 وبعد كده اكمل تاني فلايت ليفل 110. نشغل المحاكي. ودي نقطة التوب ديسند، ده الفيرتيكال بروفايل. ممكن برضو الاوتو بريك خليها 2 ولا بس. خدت الطيارة بدأت تنزل vertical speed. طبعا أنا بستخدم ال VNAV دلوقتي، الطيارة بتنزل بال VNAV vertical profile. ادي المنطقة الجبلية، انا ندخل في المنطقة الجبلية تفاعلت. الفيرتيكال بروفايل داون بالنسبة للمثلث الصغير داون ده بيمثل الطيارة، والخط المايل داون بيمثل ميل الطيارة، والخط الداش لاين داون الارتفاع المطلوب. نقطة التقاطع الخط ده مع ده هو النقطة اللي انا هكون عندها، يعني الارتفاع المطلوب داون هوصل له بعد حوالي تقريبا يعني مثلا 9 نوتيكال مايل. ادي 0 10 20، يعني قبل 10 بشوية هوصل 15,000 قدم.
كمل. الفيرتيكال بروفايل طبعا بجيبه من هنا. ادي الطيارة بدأت تنزل سرعتها اهو، 245 عقدة. ممكن استخدم سبيد بريك، عشان ننزل اسرع. سرعتي قلت عن 250 عقدة، ممكن أبدأ أنزل فلايت ليفل 110. ممكن أستخدم ليفل تشينج، هيحافظ لي على السرعة المناسبة. أو ممكن أستخدم الفيرتيكال سبيد عادي. أنت كده كده عندك تولز كتير، ممكن تستخدم اللي انت شايفه مناسب، بس انا مش محتاج الريت العالي ده في الديسند، فممكن ارجع تاني للفي ناف. ادي الفيرتيكال بروفايل اهو، هيوصلني للنقطة هيفوت عند فلايت ليفل 110.
انا طبعا بتحكم باللاترال نافيجيشن مش بالهيدنج، بس طبعا لازم اظبط الهيدنج اللي على الدور. ممكن هنا اجيب الابروتش، اللي سمعناه دلوقتي دي شفرة مورس او مورس كود الخاصة بالاي ال اس. اسمعها تاني. ادي اللوكاليزر بدأ يظهر اهو، انا كده داخل نطاق الاي ال اس. لسه بقى هنتوجه علشان نعترض اللوكاليزر ونبقى على استقامة الرنوي. النقطة اللي عليها الدورة تبقى على 4000. ده قللت سرعتي شوية بس من 220 ل 210. احنا كل ده لسه بننفذ الستار، لسه مش الايلس. ممكن استخدم الفيرتيكال سبيد، هنزل بدري شوية عشان الحق اقلل سرعتي.
نزلنا بسرعة عالية جدا لأن المسافة قصيرة، بس إن شاء الله هنحاول نرجع للسرعة المظبوطة أو أقل من 220 عقدة عند الـ initial approach point. هنلاحظ دلوقتي ان الابرة بدأت تتحرك للمنتصف، ده معناه ان الزاوية بين الطيارة وبين اللوكالايزر 20 درجة وبتقل، بحيث ان انا اكون جاهز لاعتراض اللوكالايزر والاين اب مع السنتر لاين بتاع الرانوي. واروح دايس على الـ VOR Localizer الزرار ده كده. الـ VOR Localizer هو اللي هيوجهني، مش الـ Lateral Navigation او الـ Heading. ده الـ Localizer الخاص بنظام الـ ILS، دلوقتي هيبدأ يوجهني ناحية الـ Runway. وبالنسبة للـ Glide Slope إشارته موجودة، لكن احنا لسه بعيد لأسفل. ادي الـ Diamond بتاعته اهي، لسه مفرغة وبعيدة لسه فوق. لما نقرب شوية هنلاقيها بقت ملونة وبدأت تتحرك معايا للمنتصف. نكمل عشان نشوف. الخط ده هو ميل الجلايد سلوب، ده ميل الجلايد سلوب بالنسبة للرانوي. ممكن امشي عليه او ممكن اسبقه مثلا لحد 2200 وبعدين اعمله انترسبت تاني، مفيش مشكلة. $2,500. ادي الجلايد سلوب بدأ يتحرك معايا.
لحظة دي بضغط على زرار الابروتش كده. نظام الـ ILS هو المسؤول عن توجيه الطيارة أفقيا ورأسيا. نستعد للهبوط. شايفين الخط الاخضر داون اللي بدأ يظهر ده الـ decision altitude او decision height. ده عنده بقرر اذا كنت هعمل go around او continue landing. لو انا مش شايف الرنوي، لو وصلت له مش شايف الرنوي بعمل go around، لو شايف الرنوي بكمل. وديني شايف الرنوي اهو من قبل ما يظهر فهكمل. وبكده نكون نفذنا الهبوط والاقتراب بالاستعانة بنظام الـ ILS. حاجة بس نسيت أوضحها، أثناء الـ Final Approach أول ما بتسلم الطيارة لنظام الـ ILS بالكامل وتدوس على Approach وتبدأ الطيارة بالنزول مع الـ Glide Slope، بتخلي الـ Altitude زي ما مكتوب عندك في الـ Missed Approach Procedure في الـ ILS 2500، يعني Climb لـ 2500. تخلي بس 2500 بس دي انا نسيت اعملها وجل من لا يسر. وفي النهاية اتمنى اكون وفقت في تقديم شرح مبسط لنظام الـ ILS، ومعذرة لو كان في خطأ لان مجال الطيران مش دراستي، مجرد هواية. ومعذرة طبعا على الاداء الصوتي لظروف البرد والانفلونزا عافاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.